ازيكم يا جدعان؟ عاملين ايه النهارده؟ هلعب لعبة ببجي مع اخويا ستيفن، والنهارده كان في شوية دمار. شوفوا بقى الدمار الرهيب ده، فدمار علينا يعني، طبعا مش احنا اللي عملنا دمار يعني، فطبعا عشان تشوفوا الدمار اللي حصل لنا احنا، فتابعوا الفيديو وما تنسوش بقى اللايك والسبسكرايب، ويلا على الفيديو. بص احنا ننزل اهدى مكان. ايه رأيك؟ ماشي ماشي، شكل الفيديو ده هيكون مباح الصراحة. يلا نزلنا على طول. لو قلت لي بقى يا ريت لو تفر في البداية، يا ريت. ستاشر دي. خد سنايبر واس كي اس اللي انا رميته ده. موت موت، معاه شوية طلقات، معاه سلاح حلو. تعال على العربية نروح المكان اللي أنا معرفش فيه. يلا اركب وعلى نروح مول. ماشي، عمركم عمركم ما تشوفوا سواق أحسن مني. عمركم تعال نوت لنا البيت الكبير قوي ده. فين سمعت صوره؟ لا ده هو ده انا اللي هلوت المكان. مش هسيب لك حاجه. لا لا لا، مش هسيب لك مش هسيب لك. فين ام 24؟ خد فين ام 24 وام 4 دي الحلاوه دي. مش عارف، يا ريت لو كان معايا سكوب 8 كانت تبقى ايه. ادي الزوم بتقفل. واحنا لسه ما رحناش المكان ده. المكان متلوت. لا لا بس ازاي في هنا اي كي ام؟ في سكوب 3. شكلي في حد. طيب فين سكوب 3؟ اصبر اصبر، اعمل له لقطة، اعمل فيه لقطة. ده بوت ده ولا حاجة؟ طلقات معايا دي، طلقات على الام 24 دي ايه فايدة؟ يلا نشوف الدروب هينزل فين. ونزل. ايه ده البعد ده؟ يا لهوي تاني. لا مش هنروح. ايه كل ده ما نزلش برضو؟ نعم هو شكله نزل بعيد هنا. ده ما نزلش ازاي؟ نعم ده راح لاخر الدنيا. صدقوني من ساعة ما
ما التحديث بدأ او السيزون بدأ، ما كسبتش جيم في مي في ميروم وان. لا هو كسب جيم، ما تصدقوش كلام، هو بيقلدني، هو بيقلدني، سيبكم منه. بتيسي هنا، في بتيسي اسكوب 8. اوف على الام 4. بصوا دمار ام 4. لا كده خلاص، ام 24 دمار. في سكوب 3 هنا لو عاوز. مارك ذا لوكيشن. دمار. شوفوا بقى الدمار اللي هيحصل بالام 24. بالام 24 على سكوب 8. يا رب الاقي ام بقى. وانا بقى لقيت سكوب 4 تقريبا. طماع شويه. تقريبا. الكمبرة حلوة والمصريون ما بيكمبروش. جدع عملت لقطة يا جدع. سيب 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 حتة لقطة. شوف معايا سكوب 4 خد. لا مش محتاجة معايا. نشوف. I need consumables. هو واحد معاه الانفور الجوكر. لعيب من افضل 10. يا لهوي تاي رده بيناديك. ماشي تضرب ليه؟ ماشي يزعل بينزل. ماشي نروح له الكمبر عنده. اعمل لايك، اعمل لايك يلا. احنا في نهاية الزوم وسبحان الله الزوم معانا. مش ليه حل بس واقفة عربية. راحت فين؟ فين فينها فينها؟ انا عاوز ما بيموتش ازاي؟ هاكر. ما بيموتش ازاي طيب؟ صدقوني هاكر. ازاي ما بيموتش؟ دي اللي هموت واعرف. بصوا بقى يا جدعان، نقف لحد هنا، ولو عجبتكم السلسلة هنستمر فيها، ولو جاتت على السلسلة دي دعم كبير هنستمر فيها ان شاء الله، وياريت تدعمونا بلايك واشتراك وشير وسبسكرايب وكده يعني علشان استمر في السلسلة دي. فسلام.